لكن بدايتنا في أخبارنا النهاردة بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي من ساعات قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته في القمة الإفريقية 26 اللي أقرت المبادرات اللي تقدمت بيها مصر الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في البلدان الإفريقية وتمويل جهود الدول الإفريقية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بالإضافة لإقرار عضوية مصر في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. الرئيس كان أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من القادة المشاركين في القمة الإفريقية من بينهم رؤساء نيجيريا، السودان، جنوب إفريقيا، كينيا ونائب رئيس بوراندي ورئيس وزراء إثيوبيا والسكرتير عام الأمم المتحدة وأيضا رئيس البنك الإفريقي للتنمية. المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف قال إن السكرتير عام الأمم المتحدة هنى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه به بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب الجديد واستكمال خارطة الطريق، وإن بان كي مون أشاد بدور مصر لقيادة المجموعة الإفريقية أثناء مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر باريس والأثر الإيجابي للدور المصري في قيادة المجموعة الإفريقية اللي ساهم في التوصل لاتفاق متوازن بيراعي مصالح الدول الإفريقية. أما الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحيته أكد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق ما بين مصر والأمم المتحدة خاصة في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في ضوء حصول مصر على العضوية غير الدائمة بالمجلس لعامي 2016-2017. الرئيس برضو النهاردة خلال كلمته أمام لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، الجلسة اللي تمت على هامش أعمال القمة الإفريقية، أكد الرئيس على حرص مصر على تعزيز التشاور والتنسيق ما بين الدول الإفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما في ذلك المستوى الرئاسي، وقال إنه من الضروري استثمار العمل المشترك من أجل تعزيز الجهود استنادا لموقف إفريقي موحد في مواجهة التحديات اللي بتفرضها التغيرات المناخية.